تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة سماع الشهود في محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم بيت المقدس، وذلك لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس جماعة إرهابية والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس والقتل العمد وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.